وصار معنا على هواني نار اف ام المخرج الشاب المهند كلثوم. يسعد اوقاتك. يسعد اوقاتكم واوقات كل المستمعين اللي عم بيسمعوا صوت اذاعه نينار، ويسعد مساكم بمشفى ياسمين. اهلا وسهلا فيك، وان شاء الله الف مبروك الجائزه. الله يبارك فيك. تدعي بداية خلينا نحكي عن فيلم نهري بحري، وهو عرض يعني أخذ الجائزة بمهرجان المغرب، كيف كانت أصداؤه وقت عرض يعني بالمهرجان؟ تماما تماما. فدائما نحن بنعرف بسوريا حاليا يعني الإعلام صعب يوصل على الأماكن سواء عالمية أو عربية أو إقليمية بسبب الضغوطات والظروف الموجودة حاليا. صحيح. فهي السينما دائما هي خليني أقول عابرة القارات، يعني بتوصل لأي شخص من خلال المهرجانات اللي بتنظم سواء عربية أو عالمية. ردة فعل الجمهور المغربي هلأ دائما شهادتي مجروحة فيه، لأنه هو شاب ذواق للسينما ويعني عنده طقوسه السينمائية، يعني إذا بدنا نقارنه بشعوب أخرى يعني من الشعب والجمهور الذواق الجيد، يعني استقبلوا للفيلم باحتفال جميل جدا، وسواء بالمهرجانين اللي حصد الجائزة الأولى كمان من يومين هو مهرجان النور الدولي السينمائي، صحيح، أو حتى المهرجان الوطني هنيك للسينما والبيئة. هنيك أخذ جائزة أفضل إخراج بمهرجان النور، وبمهرجان السينما والبيئة أخذ جائزة الجمهور. اليوم وقت ما نقول جائزتين بنفس التوقيت وجائزة مهمة هي اللي بعدها هي جائزة الجمهور، أكيد كان في تفاعل واحتفاء بهذا الفيلم، احتفاء بالمنتج السوري بالفكر السوري. يعني اليوم أنت وقت ما نقول أنه نحن عم نشتغل ضمن الحرب، فأكيد الفنان عم بيشتغل والفني عم بيشتغل وفريق تقني كله عم بيشتغل، هذا أكيد كله بخبرات سورية. نحن بنعرف اليوم إذا أي شيء بدنا نصنعه يا بنصنعه بأيادي سورية، يا بننتقل لمكان تاني لنصنعه أيضا بأيادي سورية ولكن بتمويل غير سوري. اليوم هو الفيلم هو سوري بامتياز، نهري بحري من إنتاج المؤسسة العامة للسينما وببطولة خبرات سورية وأيضا فريق فني وتقني سوري. المهند خلينا نحكي كمان عن فيلم لم شمل يلي تم عرضه من حوالي أسبوع بمدارس أبناء الشهداء، نعرف فكرته أكثر وكيف تقدم. لم شمل هو فيلم عرض بمدارس أبناء الشهداء بطولة أبناء الشهداء وبنات الشهداء، وسيعرض قريبا في الصالات ودور السينما بسوريا إن شاء الله. خليني كفي بحديثنا ونحكي عن الفيلم الجديد يلي انتهيت من تصويره، معلومات أكثر عنه. قصدك عن فيلم فوتوغراف؟ أيوة فوتوغراف. فيلم فوتوغراف هو من إنتاج كمان مؤسسة العامة للسينما، ونص طبيعي بسينا معياتي هي كاتبة جديدة. فهو بيتحدث هذا الفيلم عن عمارة الأطفال ضمن الحرب السورية أو ما بعد الحرب، يعني نحن اليوم بتقوم الحرب الأخيرة خلينا نقول. فنشأت عدة عوامل اقتصادية، يعني نحن بنحكيها دائما أنه بالنسبة للوضع الاقتصادي ووضع المعيشي. فنحن هلا عم نسلط الضوء اليوم على عمالة الأطفال ضمن هذا الوقت، يعني ما بعد الحرب. الفيلم من بطولة عدة أطفال سوريين. أيوة. فهدف بهذا الفيلم تسليط الضوء على هاي الفئة يلي هم لازم يكونوا بهذا الوقت بمدارسهم بيعيشوا حياة مثل أي حياة طفل بالعالم. صحيح. فمن خلال حد جميلة يعني، فإن شاء الله نكون موفقين ونتوفق بتسليط الضوء على الفئة المهمة من
أولادنا هم أطفال سوريا ونوصل صوتهم. يعني هي محاولة مثل ما بقول دائما أفلام هي محاولات لحتى نوصل الصوت أو بنفس الوقت يكون عندنا طروحات لنلاقي حلول لهي المشاكل إن شاء الله يا رب. السؤال الأخير إلك، إمتى حيتم عرض كل هالأفلام بصالات السينما؟ نحن يعني بالتوازي نقول دائما، يعني بأقرب وقت. يعني نحن اليوم عملنا عرض نهري بحري من فترة بدمشق، تمام، وإن شاء الله يعني بيلحقوا أكيد فيلم لم شمل. هلا بالنسبة لفيلم فوتوغراف أكيد بمطلع العام القادم راح يكون عرضه، وأكيد الأفلام البقية راح نعمل جهد محافظات إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، ونحن بالانتظار وبانتظار كل الأعمال يلي بتقدمها. بدي أرجع أتمنى لكم التوفيق وبارك لك عن جد يلي عم تعمله بهذا العمر، إنجاز كتير كبير ونحن أكيد فخورين فيك. شكرا لكم وتحية السينما وتحية السينما. بدي كلمة أخيرة لكل مستمعين نار اف ام ولكل الناس يلي عم تسمعك. ما فيني أقول غير حبوا سوريا أكثر، لأنه كل ما بنعطيها بتعطينا أكثر، وسوريا بتستحق، وإن شاء الله الجاي أفضل. شكرا كثير لك المخرج المهند كلثوم، اهلا وسهلا فيك على هوا نينار اف ام، واكيد نحن فخورين بوجود شباب مثلك وعم يرفعوا اسم سوريا خارج سوريا. شكرا، وفي كثير عم بيرفعوا اسم سوريا، وفي كثير عم بيحاولوا يضلوا الراي عم بترفرف برا بكل المحافل الدوليه. شكرا كثير لك.